الوغ اليوم جيت بغيت نهضر لكم على الصوره المثيره للجدل واللي دارت جدل كبير في مواقع التواصل داخل الوطن وخارج الوطن، اللي صدر بوتيتخ من الطرف ديالي واحد التصرف اللي كان غير لائق. يعني فاش حتى التصويره ما كنتش كنظن ان الناس ما غاديش يتقبلوها، لانه انا حطيتها سويت العمليه اللي درت بحكم انني كنشارك مع المتابعين ديالي كل شيء، وكان شاركت معاهم هذه العمليه اللي درت اللي هي عمليه تجميل، وبحكم انني شاركتها معاهم من الاول حتى الاخر حاولت نبين لهم النتيجه الاخرى اللي تعطات ولا اللي دار لي الدكتور في 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 من بعد العمليه. الصورة اللي تحطت بطريقة بشعة، الصورة اللي استغلوا الناس الصورة ديالي أنا، واستغلوا البراءة ديالي أنايا بحكم أنهم هضروا عليها على أساس صورة إباحية. وأنا يعني كنشرح للناس وكنعاود نشرح للناس من مواقع التواصل وفي كاع الصفحات ديالي أن الصورة كانت صورة طبية، صف كو يمكن انها تحطت في شهر رمضان، وانني انا مازال ما فكرتش انها غادي تثير هذا الجدل كله وغادي تدير عليا الضجه ولا غادي تقلق المتابعين ولا الشعب المغربي بصفه عامه. وهذا الشيء اللي خلاني نعتذر منهم، لانهم فريمون ما كنتش ناويه ولا قاصده ان الصوره سواء تنقص ولا تنزل مني، لانه انا ما نبغيش هذا الشيء لراسي، وما نبغيش ان الناس يعتقدوا انني بتندير البوز ولا بتندير الجدل بداك الصوره، لانه فريمون كانت صوره طبيه. وتا انا يعني بنادم كيقول لك اللي غلب يعف بحكم المتابعين ديولي ما عجبتهمش، اعتذرت لهم وكنعاود نعتذر لهم على هذا لوجيست اللي صدر مني انايا، سورتو انها رمضان وكان غلط كبير، لانه ما كانش عليا نبارطاجي هاد ليكسبيريونس ديالي. بوتيت وصلت لافان مي ما كانش عليا نحطو في مواقع التواصل، كان عليا بلوتو نخلي الدكتور اللي يحط ويشرح اكثر مني انايا. انا بصراحه ندمانة على الصوره، وكان انجست مني اللي غير عقلاني، وكان اعتذر لجميع الناس اللي ما عجبتهمش، وكان اعتذر المحبين غلامور، وكان اعتذر لكاع الامهات وكاع القصيرات اللي شافوها بطريقه ما زويناش واللي عاتبوني على بالحب ديالهم ليا على هذيك الصوره. وطبعا الصوره تلمو خلقت الجدل، تسد ليا لو كونت انستغرام ديالي بحكم ان الناس داروا ليها سينيال، وان شاء الله انا غادي نرجع الانستغرام وغادي نرجع الموقع التواصل اللي دائما انا موجوده فيه، ولكن غادي نرجع بطريقه اخرى وغادي نرجع بعقل اخر وغادي نعرف لي ليميت ديالي في السوشيال ميديا. بغيت نقول للمغاربة أن هذا كان درس ليا، وأنه اكتشفتني أن احنا في الدولة إسلامية وكاين حدود في النشر في مواقع التواصل، وأكيد هادشي ما غاديش يتكرر، وانتو كمان الطرف ديالي أنا ما غاديش يتكرر، وغادي نتابع طبعا المسيرة ديالي بحكم كاينين متابعين كيحبوني، وبحكم الخدمه ديالي، وبحكم الافاده ديالي من الاكونتات ديالي كاملين. ومن هذا المنبر كنشكركم كاملين، كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، ومعكم غلامور فوزان.